قناة شباب الاثنين، والسلام عليكم. ما زال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشغلون بتطبيق تحدي العمر فيس اب، الذي يقوم بتغيير ملامح الوجه من شابة الى متقدمة في السن، واللافت في الموضوع مشاركة نجوم الفن في هذا التحدي الذي لم يقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، حيث نشر أغلبهم صورا له بعمر متقدم والتجاعيد تسيطر على وجوههم. ومن الفنانين والفنانات من خاض التحدي أكثر من مرة، ساخرين من شكلهم في المستقبل أو متحسرين على أيام الشباب بعد مواجهة تحدي العمر، حيث حظيت هذه الصور المعدلة للنجوم بتفاعل واسع وتم تداولها بشكل كبير. وهذه أبرز النجوم المغاربة الذين دخلوا خوض غمار تحدي العمر. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.